السؤال الرابع أحمد أبو المجد اتفضل. هنشوف أحمد أبو المجد والسؤال الرابع في عجلة الحظ. مفيش ولا سؤال اتجاوب. هنشوف السؤال الرابع موضوعه ايه. لفة كاملة يا أحمد. سويتش. تمام كده احنا خالصين. تمام 90-90 سويتش سويتش كده. تمام كده كتير من حق. اه بالظبط كده. من حق فريق حورس يختار موضوع السؤال. ماشي خلاص. العلم. علم. سؤال في العلم ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر. سؤال ب30 نقطة. لو الإجابة صح كسبتوا الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة. لو الإجابة غلط حورس هيبقى عندكم فرصة تجاوبوا. لو ما تجاوبش السؤال هنلعب على الهدف الذهبي بثلاث نقط لماتش النهاردة. اتفقنا؟ اتفقنا. معايا أربع أسئلة. أدب، تاريخ، جغرافيا، وعلوم. هنشوف السؤال في إيه؟ أدب. والسؤال هو من هو الشاعر التونسي الراحل صاحب ديوان أغاني الحياة؟ من هو الشاعر التونسي الراحل صاحب ديوان أغاني الحياة؟ من هو الشاعر التونسي الراحل صاحب ديوان أغاني الحياة؟ أبو قاسم الشابي. أبو القاسم الشابي. ثانية واحدة. حورس عندك إجابة تانية؟ لا. ما عندكوش إجابة تانية؟ لا. أحمد أبو المجد النهاردة حصل على لقب أفضل لاعب ب90 نقطة. إجابة صحيحة. أبو القاسم الشابي هي الإجابة الصحيحة. أحمد أبو المجد برافو عليك. سؤال مش بس ب30 نقطة، سؤال ب3 نقط. فريق حورس هارد لك. لعبتوا مباراة جميلة جدا، اتعادلتوا لآخر سؤال. المهمة اتصعبت عليكم جدا. الماتشات الجاية بقت بالنسبة لكم ماتشات كاس، ما عندكوش اختيار غير ان انتوا تكسبوا الماتشين الجايين في المجموعة الرابعة. هارد لك لفريق حورس. نحيي كلنا فريق حورس. الحصان الاسود. الحصان الاسود فعلا. الف مبروك الثلاث نقط. 120 نقطة. الف مبروك.